السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلابي الأعزاء، طلاب مرحلة الصف الثاني الإعدادي، وهنبتدي النهاردة مع بعض مراجعة التربية الفنية. وأول حاجة هنشوفها مع بعض الثقافة الفنية. يلا بينا نراجع الثقافة الفنية مع أول سؤال. السؤال بيقول لي إيه؟ ضع علامة صح أو علامة خطأ. السؤال رقم واحد. من أعمال الفنان جمال السجيني لوحة نش الغسيل؟ طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة خاطئة. رقم اتنين. كان الفنان كمال يوسف كامل يتبع المدرسة التأثيرية؟ طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة. رقم تلاتة. اهتمت الفنانة جاذبية السري برسم البيوت في العديد من اللوحات؟ طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة. رقم أربعة. تميزت أعمال الفنان يوسف كامل بسراء الألوان وصدق التعبير وحبه للظل والنور؟ طبعا إجابة إيه؟ صحيحة. رقم خمسة. نشأ الفنان جمال السجيني في الأسكندرية وتأثر بجوها الرائع؟ طبعا إجابة إيه؟ خاطئة. رقم ستة. تنقسم أعمال الفنانة جاذبية سري إلى أربع مراحل؟ طبعا إجابة إيه؟ خاطئة. رقم سبعة. أول من سمح للفتيات الالتحاق بكلية الفنون هو جمال السجيني؟ طبعا الإجابة إيه؟ إجابة خاطئة. رقم تمانية. لم يهتم الفنان يوسف كامل بسكان القرية من أولاد وشيوخ في رسمه؟ طبعا الإجابة إيه؟ خاطئة. نشوف بعد كده إيه. كان السؤال التاني بيقول لنا إيه؟ ضع مكان النقط الكلمة إيه المناسبة؟ هنختار يعني من بين الأقواس. أول سؤال. من أهم أعمال الفنان يوسف كامل؟ البيوت في الصحراء ولا صورة لمشايخ الحسين؟ كانت إيه؟ صورة لمشايخ الحسين. رقم اتنين. من أهم أعمال جمال السجيني؟ كانت إيه أهم أعماله؟ الحرية من النحاس المطروق ولا الحجلة؟ كان تمثال إيه؟ الحرية من النحاس المطروق. رقم تلاتة. مرت الفنانة جاذبية سري بعدة مراحل فنية، مرحلتين ولا ست مراحل؟ ست مراحل. هتكلم السؤال رقم أربعة. الفنان جمال السجيني رائد نقط المطروق، أكيد هيكون إيه؟ المعدن ولا الجبس ولا النحاس؟ كان النحاس المطروق عشان دي تمثال اسمه تمثال إيه؟ النحاس المطروق. رقم خمسة. لوحة عروسة العرايس من أعمال الفنان مين؟ يوسف كامل ولا جمال السجيني ولا جاذبية سري؟ الفنان جمال السجيني. رقم ستة. السؤال الثالث. أكمل العبارات التالية بكلمة مما درست. أول حاجة. نشأ جمال السجيني في نقط بالقاهرة. نشأ فين؟ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة. رقم اتنين. استكمل الفنان يوسف كامل دراسته في؟ طبعا استكمل دراسته في روما. رقم ثلاثة. يعتبر الفنان يوسف كامل رائد المدرسة التأثيرية المصرية. المدرسة التأثيرية ايه؟ المصرية. رقم أربعة. تمثال راس فتاة من الجبس الملون من أعمال النحات جمال السجيني. رقم خمسة. اهتمت نقط بتصوير الأشخاص بملامحها وكانت تسطح البيوت، كانت الفنانة مين؟ جاذبية سري. رقم ستة. المرحلة الثالثة لجاذبية سري هي البيوت، بينما المرحلة الرابعة هي الصحراء، والمرحلة الخامسة هي المزاوجة بين البيوت والصحراء، عملت دمج كده بين البيوت والإيه؟ والصحراء. رقم سبعة. تميزت أعمال جمال السجيني بتنوع استخدام الخامات، منها إيه؟ نقط ونقط ونقط. كانوا إيه بقى الخامات اللي هو استخدمها؟ النحت المجسم والتماثيل والميداليات. يبقى الخامات اللي استخدمها جمال السجيني النحت المجسم والتماثيل والميداليات. إحنا دلوقتي هناخد شكل الامتحان بيكون عامل إزاي. رقم 8. تمثال الأمومة من البرونز للفنان جمال السجيني.
رقم 9، كانت جاذبية سري كثيرة التفاصيل في رسوماتها، وخاصة الفترة الثالثة، الفترة الثالثة. رقم 10، الحجلة والمراجيح من أهم أعمال الفنانة جاذبية سري. أول حاجة هناخد مراجعة الامتحان بتاعنا بيكون شكله عامل ازاي. بيجيلنا ورقة الأسئلة، هي بتبقى قدامنا، هم عبارة عن كام سؤال، 5 أسئلة. السؤال الأول والتاني بيقول لك زي ما هو موجود عندنا، أجب عن السؤالين الآتيين. عندنا السؤال الأول والسؤال التاني دول أساسي، دول لازم اللي احنا نجاوبهم عشان دول عليهم أكبر درجات في الامتحان. ما ينفعش أحل سؤال وأسيب سؤال، لأ لازم أحل السؤال. السؤال الأول ده الثقافة الفنية اللي احنا لسه مراجعينها من شوية، وبعد كده التعبير الفني. التعبير الفني ده سؤال مهم جدا عليه درجات كتيرة. أول حاجة زي ما احنا عارفين الثقافة الفنية عبارة عن أسئلة واحنا بنحلها واحنا خدنا المنهج بتاعنا. بعد كده التعبير الفني، هو التعبير الفني ده عبارة عن ايه؟ العبارة ده انت بتعبر عن الحاجة اللي انت بتشوفها في الشارع. الشارع ده بتعبر فيه عن البيوت، عن العربيات، عن الناس، عن الحدائق، عن الأشجار، عن أي حاجة موجودة حواليك، الرصيف، الطرق، الكباري، العمال اللي بتشتغل في الشارع. هو بيطلب مني ايه التعبير الفني؟ اللي انا بعبر عن الحاجة الجوايا اللي انا عايز هو طالبها مني. طالب مني ايه؟ زي مثلا نشوف هنا الامتحان بيقول لك نشاهد في البيئة جماليات كثيرة تحيط بنا من كل جانب، فهناك الحدائق بأشكالها. يبقى انا اول ما بشوف حاجة كده بحط خط تحت كل حاجة هو عايزها مني. هو طالب مني هنا ايه؟ حدائق أشجارها الشامخة وألوانها الزاهية، ونشاهد بردك الزهور بألوانها الزاهية والبراقة المختلفة في الشكل والحجم واللون. يبقى هو طالب مني ان انا ارسم ايه؟ يا اما حديقة فيها اشجار شامخة والوانها زاهية، ونشاهد الزهور بالوانها البراقة المختلفة. طبعا عندنا زهور كبيرة، زهور صغيرة، في عندنا زهرة عبات الشمس، عندنا زهر ازهار صغيرة. بعد كده بيقول لي ايه؟ وترى الشواطئ بكمال جوها وجمال بحرها، كما ترى الحقول المزارع بما فيها من الخضروات والفواكه والاشجار. كاتب هنا ايه المطلوب؟ المطلوب بقى ده هو اللي عايزني انا ارسمه في الموضوع. المطلوب ده هو عايزني اللي انا ارسمه في الموضوع. استخدم الوان مناسبه. التكوين الفني بتاعي ده اساسي جدا. ايه هو التكوين الفني؟ اللي هو التكوين الفني انا ما ينفعش ارسم شخص راسه كبيره وجسمه صغيره، ما ينفعش ارسم راس جسم كبير وراس صغيره، ما ينفعش اخلي الشخص اللي واقف قدام ده صغير خالص واللي ورا كبير جدا. بيبقى في حاجه عندي اسمها نسبه وتناسب في الموضوع بتاعي. بالنسبة للتناسب اللي انا ارسم البيت شكله كبير وارسم الشخص متوسط، ما ينفعش ارسم انا البيت صغير والشخص كبير، يبقى انا كده الموضوع بتاعي غلط. لازم يبقى في حاجه اسمها عندي نسبه وتناسب. مثلا ما ينفعش ارسم عربيه كبيره قوي قوي وشخص صغير، او ارسم عربيه صغيره خالص وشخص كبير، طبعا ده غلط. لازم يكون عندي نسبه وتناسب. الاشجار ما ينفعش ارسم شجره كبيره وشخص اطول من الشجره، لازم يبقى فيه نسبه. يعني لو الشجره كبيره اخده طول الصفحه برسم جنبها شخص متوسط، وطبعا احنا عارفين ان قدام بيبقى طويل وكل ما بنرجع ورا الحاجه بتقصر. اول حاجه قال لي التكوين الفني واستخدام الوان مناسبه. ما ينفعش مثلا الون بلون اسود، ما ينفعش الون السماء لونها اسود، ما ينفعش الون البحر لونه اخضر. يبقى احنا عارفين ان احنا نستخدم الالوان المناسبه، كل لون بحطه في مكانه. بعد كده الحركه، انا ما ينفعش ارسم الاشخاص كلهم واقفين عاملين كده، انا برسم حركه في الموضوع. يعني واحد واقف بجنبه، واحد واقف بوشه، واحد واقف بظهره، حد قاعد على كرسي، حد ماشي بجنبه كده، هو بنعمل حركه في الموضوع. ما ينفعش نخلي الموضوع ثابت كده صماء. كل بقى الحاجات اللي هو عايزها الالوان المناسبه والتكوين الفني والحركه بتاعت الاشخاص. ترابط العناصر، انا هعمل ترابط عناصر. انا مثلا ما ينفعش ارسم مثلا شجره وبس. طب انا كده رسمت ايه؟ ارسم مثلا شجره هنا ومثلا في اخر حته ارسم بحر، مش هينفع. لازم ارسم البحر، يكون فيه البحر، فيه المراكب، فيه الشماسي، فيه الكراسي، الحدائق. ما ينفعش ارسم ازهار جوه البحر، عمرها ما حصلت طبعا. البحر بتاعي برسم بحر، برسم سما، بختار الوانهم، لازم الخلفيه دي حاجه اساسيه جدا. برسم الرمل، برسم لو انا مثلا هختار موضوع عن البحر، رسمت اهو، رسمت الشمس، رسمت السما، رسمت البحر. طبعا هعمل الاختلاف ما بين السماء وما بين البحر. انتوا عارفين ان السماء والبحر بقى لونهم ازرق، لاجي اجي في الاخر كده وبعمل فاصل ما بينهم، بعمل باللون الازرق، الازرق الغامق شويه، بلون اللون، المسافه ما بين البحر بتاعي والسماء. ما ينفعش الاثنين يبقوا لون واحد، بعمل فاصل ما بينهم. الارض طبعا عندي اللي هي طبعا الرمله، رمله لونها اصفر، بحط عليها اشخاص، الاشخاص اولاد بيلعبوا، في الاولاد بيلعبوا بالادوات البحر. برسم شماسي، برسم كراسي، ده الموضوع بتاعي بتاع البحر ده عن الصيف. ممكن يطلب مثلا مني
موضوع عن الربيع، بمناسبة ان احنا في اعياد الربيع، هيبقى يرسم مني ايه اللي انا بعمل؟ الناس بتتنزه في الحدائق والاماكن العامة. طب ايه الحدائق؟ يبقى انا هرسم اشجار، هرسم اشجار بطريقة مناسبة، بطريقة متوسطة، ما ينفعش ارسم اشجار صغيرة خالص وناس كبيرة، لا ما ينفعش. يبقى انا برسم ايه؟ اشخاص متوسطه، وقلنا الشجر كبير. ارسم كميه ازهار كتير جدا، طبعا عارفين في فصل الربيع بتفتح الازهار. ارسم ولاد بيلعبوا بالكوره، مجموعه اشخاص قاعدين في الارض بياكلوا، ده بردك ده من موضوع الايه الربيع. الصيف جاي علينا، قال لي الشاطئ، اتكلمنا عن الشاطئ والبحر. ممكن قال لي يطلب مثلا عن الصناعه، البيئه الصناعيه، يبقى انا هرسم مصنع مثلا وحواليه اشخاص بيشتغلوا. يطلب مني مثلا عن البيئه الزراعيه، يبقى انا هرسم الفلاح وهرسم الجرار وهرسم الارض وهرسم الزرع. دي كده انا جبت ايه؟ موضوع عن البيئه الزراعيه. ممكن يطلب مني عن التلوث، التلوث بقى اللي هو ايه؟ اللي انا مثلا ارسم المصانع والدخان المتصاعد منها، وان الاشخاص بترمي النفايات بتاعتها في النهر، او مثلا المواسير بتاعتها بتصرف الصرف بتاعها على البحر. طبعا ده من اشكال التلوث. وبرسم عربيات طالع منها غاز او اكسيد الكربون، كل الحاجات دي بتدل على موضوع التلوث. يبقى انا في التعبير الفني ده انا بعبر عن كل حاجه هو طالبها مني، الحاجه اللي انا بشوفها في عيني في البيئه اللي انا عايش فيها. بشوف مثلا اشجار، بشوف ازهار، بشوف اولاد، بشوف اشخاص، بشوف بيوت، بشوف عربيات، شفت تلوث، شفت موضوع عن الربيع، شفت البحر، شفت البيئه الزراعيه، شفت البيئه الصناعيه. يبقى انا بتكلم عن التعبير الفني بتاعي، ده الموضوع ده اساسي انا لازم ارسمه. وقلنا اهم حاجه يبقى فيه نسبه وتناسب، قلنا ما ينفعش نرسم اشخاص صغيرين وناس راس بشكل شخص براس كبيره وجسمه صغير، لا رسم الشخص بتاعي يبقى متناسق، شخص متناسق. الولاد اللي بيرسموا الاشخاص اللي هو خمسه كده ورقم واحد وكده وكده، لا ده غلط طبعا، ما ينفعش. لازم ارسم الشخص ليه ايدين وليه رجلين، في تفاصيل، ما ينفعش اسيبه صماء، لازم عنده عينين، عنده مناخير، عنده بق، كل الحاجات دي لازم تفاصيل الرسمه دي هو طالبها. حتى بيقول لك التكوين الفني، لازم يبقى فيه تكوين فني في الموضوع ده، موضوع التعبير الفني. بعد كده بيقول لي اجيب عن سؤالين فقط من ثلاث اسئله، بيجيب لي ثلاث اسئله، دول اساس في ثلاث اسئله، بختار منهم اثنين اساسي، ما ينفعش اختار واحد واسيب اثنين، لا ما ينفعش طبعا، لازم بختار اثنين من الثلاثه. هو بيجيب لي ثلاث مواضيع لازم اختار منها سؤالين مهمين. السؤال الاول التصميم الفني، التصميم الفني ده جميل جدا، انت بيطلب منك تصميم، يعني انت بتصمم حاجه، ممكن تصمم شنطه، ممكن تصمم اعلان عن ازازه برفان، ممكن تصمم اعلان عن عصير، ممكن تصمم اعلان مثلا عن دعوه، انت عايز مثلا تعمل دعوه لصديق ليك يجي يشوف اثار بلدك، ممكن تعمل دعوه مثلا عن عيد الام، ممكن تعمل دعوه عن عيد الربيع، ممكن تعمل دعوه عن الازهار. هتفتتح محل احذيه وشنط يقول لك كوم بعمل دعوه، كل الحاجات دي انت بقى بتفكر انك تعمل التصميم ده ازاي. التصميم ده ليه اهم حاجه؟ ان هو عطيتك مساحه معينه، المساحه بتاعته كارت عباره عن 15 في 20 سنتي، ال 15 دايما بيبقى العرض والطول 20 سنتي، دايما عارفين ان الطول بيبقى اكتر من العرض، عارف احنا خدنا في الترم الاول والترم الثاني ان العرض بتاعي 15 والطول بتاعي 20. نشوف السؤال هنا كان عايز مني ايه؟ بيقول لي صمم بطاقه دعوة سياحية في مساحة 15 في 20 سنتي، هو هنا حاطط لي المساحة، أنا ما ينفعش بقى أروح مألفة من دماغي وأعمل 20 في 20 أو أرسم 15 في 15، لا غلط، لازم ألتزم بالمساحة اللي هو حاططها لي في الامتحان، قلنا 15 عرض وطول 20. تدعو بها صديقك لزيارة أحد معالم مصر السياحية والطبيعية الجميلة مع كتابة عبارة حلوة يا مصر، حلوة يا مصر. بخط زخرفي مكمل للتصميم مستخدم الالوان المناسبه. هو هنا عايزني ان انا اعمل بقى تصميم عن ايه؟ دعوه سياحيه، ادعي صديق ليا يجي يشوف ايه مصر، معالم مصر السياحيه. احنا عندنا مصر مليانه اثار جميله جدا، اسكندريه ممكن نرسم له ايه؟ ممكن نرسم له الاهرامات، نرسم له برج القاهره، نرسم له هنا مثلا في اسكندريه نرسم له مكتبه اسكندريه بتاعتنا، ممكن نرسم له القلعه، نرسم له المسرح الروماني، ممكن نرسم له البحر، كل الحاجات دي بتدل على المعالم السياحيه. واهم حاجه لازم اكتب ايه العباره اللي طالبها مني، اهم حاجه العباره اللي طالبها مني، عشان العباره بردك دي عليها درجات، لو انا ما كتبتش الكلمه دي خلاص ضاعت مني الدرجات بتاعه الايه الكلمه، لازم انا اهتم بالكلمه. احنا بصوا لو جينا هنا هو اجيب عن السؤالين فقط،
دول السؤالين اللي هم طالبينهم مني، يا اما تذوق فني يا اما ايه اشكال فنيه. ايه هو التذوق الفني ده؟ هو التذوق الفني ده بيجيب لي مربع، انا عايز يجيب لي نص رسمه لازم انا اكملها بالنص التاني، هو طالب مني نص رسمه اكملها بالنص التاني. طب ايه اللي هو عايزه مني؟ هنا بيقول لي ايه، انظر الى نصف الوحده التي امامك وقم باكمال النصف الاخر مع التكبير في مساحه 10 في 10 باستخدام القلم الرصاص. يبقى الموضوع بتاعي ده انا بستخدم فيه القلم الرصاص بس، الموضوع بتاعي ده انا بستخدم فيه القلم الرصاص بس، مش سنه تانية. هنا بص هنا بيقول لي ايه، قم بتكبير الرسمه اللي بالمربع قدامك فورت الاجابه واكمل النصف الاخر للوحده بالداخل المربع. هو هنا كاتب لي رسم لي فراشه، انا بالنظر كده ببص للرسمه دي فراشه، انا اروح جايه شفاها الناحيه الثانيه بالنظر واروح عاملاها بالايه، بالقلم الرصاص بس، بالقلم الرصاص. وممكن اعمل لها خلفيه ده بالقلم الرصاص، انا الموضوع بتاعي ده انا بستخدم فيه قلم رصاص ما بستخدمش فيه الوان نهائي سنه ثانيه. طبعا ممكن يجيب لي، جايب لي هنا فراشه، ممكن يجيب لي، ممكن يجيب لي شجره، ممكن يجيب لي رسمه هنا هو زي الترس اللي هو جايبه، ممكن يجيب لي اشكال هندسيه، في دي مجموعه اشكال هو ايه حاططها في بعض. بعد كده قال لي السؤال الايه الخامس، ده السؤال بتاع الاشغال الفنيه. السؤال بتاع الاشغال الفنيه ده الورق القص ولزق، ده اساسي جدا ان انت تجيب معاك ورق قص ولزق. لو انت هتستخدم الورق القص ولزق مش هتعمل الموضوع، يبقى تجيب معاك ورق قص ولزق والجلو او المقص، اهم حاجه مقص، عشان احنا مش هينفع نقطع الورق بايدينا، لازم معانا مقص عشان الرسمه بتاعتي تكون جميله. هنا الورق القص واللزق ده اللي هي اشغال الفنيه عايز مني ايه؟ في مساحه 10 في 15 سنتي صمم كارد دعوه لحضور حفل تكريم العمال في عيدهم باستخدام الورق الملون الذي امامك اللي هو ورق القص واللزق. ممكن يجيب لي ايه بقى؟ انت هتجيب في مساحه 15 في 20 بردك زي ما قلنا 15 عرض و20 طول، وحارس مثلا هو عايزني اعمل كارت لحضور عيد التكريم، ايه بقى اللي انا استخدم ايه؟ ممكن نعمل لهم ايه مثلا ايد ماسكه مفتاح، ممكن نعمل ترس زي دوت، ده عن ايه؟ عن عيد العمال. وانا بعمل بقى بعمل ايه؟ بالورق القص واللزق ده بعمل بقص اشكال صغيره بزغرف بيها الرسمه بتاعتي، بعمل بيها ايه؟ زغرفه للرسمه. طب ممكن يطلب مني كوره، برسم كوره بعمل دايره وبعمل لها شكل الكوره وبحط فيها ايه اشكال لزغرفتها. ممكن يطلب مني شمسيه، ممكن يطلب مني شجره، ممكن يطلب مني شنطه، ممكن يطلب مني مروحه. كل الحاجات دي الافكار دي كلها موجوده فين؟ في الاسئله بتاعه سؤال القص والايه واللزق. يبقى انا عندنا يعني قلنا السؤال شكل الامتحان اهو، يبقى بجاوب على اول سؤالين دول اساسي سنه ثانيه، سؤال الثقافه والتعبير الفني. بعد كده عندي ثلاث اسئله اهم قدامنا، السؤال الاول والسؤال الثاني والسؤال الثالث اللي هو السؤال الرابع الثالث والرابع والخامس، بختار منهم سؤالين، يا اما التصميم الابتكاري بتاعي لازم اعمله 15 في 20 سنتي، يا اما التذوق الفني. التذوق الفني في ولاد كتير اصلا بيتلخبطوا فيه، مش بيعرفوا يعني مش هو بيبقى مش فاهم هو طالب منه ايه. اهو بيقول لك ان انت تاخد نص الرسمه دي ترسمها الناحيه الثانيه، بيجيب لك نص رسمه، ممكن يقولنا يجيب شجره، يجيب شكل زي قدامنا كده هو ترس، ممكن يجيب فراشه، ممكن يجيب مجموعه اشكال هندسيه، ممكن يجيب شكل قوقع بحري، ممكن يجيب شكل نجمه بحر، وانا بنقله الجزء الناحيه الثانيه بنفس تفاصيله. بس في كام هو طالب هنا في مساحه كام؟ 10 في 10، ممكن يقول لك 5 في 5 حسب المطلوب اللي هو هيبقى طالبه منك. وقلنا السؤال ده بعمله بايه؟ بالقلم الرصاص فقط، ما بحطش معايا الوان نهائي سنه ثانيه. بعد كده السؤال الخامس قلنا سؤال الاشغال الفنيه ده بورق القص واللزق، يبقى انت لازم تجيب معاك في الامتحان ورق قص ولزق. لو انت مش هتعمله يبقى ما تجيبش، بس لازم تجيبه معاك. قلنا هنعمل ايه؟ بردك في مساحه 10 في 15 هيطلب منك اشكال كتير تعملها تاني، قلنا كوره، قلنا فراشه، قلنا نخله، ممكن شجره، ممكن سمكه، ممكن مركب، ممكن شنطه، اي ممكن ورده او فازه فيها ورد، كل الحاجات هو بيطلبها منها. انا هجيب هعمل ايه في الامتحان ده؟ قلنا هنرسم على ورق القص واللزق، هرسم مثلا ايه ورده على ورق القص واللزق وبالمقص اقصها، واروح بعد ما قصتها كده احطها على المساحه بتاعتي اللي هي 10 في 15 سنتي، طبعا انا حطيتها بالمسطره بتاعتي والقلم الرصاص، واروح حاطه الشكل جواها، بعد كده بزغرفها. طب لو طلب مني فازه يبقى انا ارسم على ورق القص واللزق شكل الفازه واروح قصاها واروح حطها على المساحه بتاعتي اللي هي 10 في 15 في 20 سنتي، 15 في 20 سنتي، واروح حطاهم فين؟ احط الرسمه بتاعتي على ايه؟
على المكان في مكانها واعمل زي غيرك. ممكن يقول لي طب شكل المركبه، انت طبعا برسم مركبه يا سنه تانيه على ورق قص ولزق واقصها، يبقى انا همسك في ايدي مركبه مش همسك في ايدي الورقه كلها ورسم عليها المركبه، لا يبقى معايا مركبه بس وباخدها احطها على ايه، على الخلفيه اللي انا عملتها، وبنقرش المركبه دي بورق القص واللزق اللي احنا قلنا دي الزخارف. ممكن يجيب لي شنطه، شنطه سفر، يبقى انا هرسم شنطه سفر واقصها. ممكن ارسم شنطه يد، ممكن ارسم مروحه، في ولاد بيجيبوا الورق وبيتنوه ده بيبقى شكلها جميل جدا واعمل مروحه. كل دي افكار ممكن تيجي في سؤال القص واللزق. هنا برضو احنا عندنا بردك الثلاث اسئله بيقولك اجب عن سؤالين فقط، ده زي ما احنا قلنا برضو السؤال الثالث والسؤال الرابع والسؤال الخامس. انا بختار هنا كان جايب لي شكل ايه، زي شكل ورقه شجره، هو ورقه شجر وهو عايزني انا اكمل النص الثاني، بكملها بردك اهو بالقلم الرصاص وبنقلها في الورقه بتاعتي في مساحه 10 في 10 سم بردك باستخدام القلم الرصاص فقط، انا ما بستخدمش معايا الوان. وبردك طالب مني السؤال الخامس سؤال القص واللزق، يبقى احنا معايا لازم قص ولزق. هنا بيقول لي صمم مركب، بردك احنا قلنا هنا هنستخدم مركب. كل الحاجات دي عباره عن نماذج احنا جايبينها ليكم عشان انتوا تبقى عارفين شكل الامتحان عامل ازاي، جايبين لك افكار عشان لما تيجي ساعه الامتحان تبقى في قاعد قدام الامتحان مش قلقان ومتاكد من اجابتك وعارف انت هتعمل ايه جوه ورقه الاجابه بتاعتك. وبكده بنكون انتهينا لنهايه الحلقه بتاعتنا، واي حد عنده سؤال ممكن يبعت لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليه معاكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.